بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات التي نفذها المحاضرون المجانيون، قررت الحكومة صرف أجور النقل التي وعدتهم بها والمتراكمة منذ أشهر دون أن تلتفت إلى مطالبهم أو إلى مطلبهم الرئيس المتمثل بالتثبيت على الملاك الدائم. صرف الأجور تم بشكل فوضوي، يقول نشطاء، ووصفوا أيضا بأنه غير منظم ومهين وفقا لكثير من المحاضرين. نشاهد الآن جانبا من توزيع أجور المحاضرين في مدرسة بلاد العرب في السيدية ببغداد، والذي وصفه الكثير من المتابعين بالفوضوي وغير المنظم. نتابع الآن أحد المحاضرين يوضح ما حصل في قسم الحاسوب التابع لتربية الأنبار ووضع المحاضرين المجانيين الذي وصفه بالمهين وأنه يدخل في إطار الإذلال المتعمد لهم. يدلون بالعالم ذل، يدلون فيهم ذل الله وكيلكم.